موجود خلال التكريم يلي نظمه بسام فتوح، وكان لنا حديث خاص مع بسام. واليوم اكيد ما بدنا نحكي عن شيء حزين، ما نحكي عن تصاميم باسيل سودا الرائده، عن تصاميمه الحلوه. قالوا لا لا، احفظوا منيح العنوان الجديد، الاغنيه الجديده لهاني العمري، رومانسيه وعاطفيه بامتياز. قالوا لا لا اغنيه وكليب من اخراج ناتاشا نهره. مس فرح كانت بحفل اطلاق الاغنيه والكليب، وكان لها حديث مع الفنان هاني العمري ومع المخرجه ناتاشا نهره. انه الاغنيه كانت معي وكانت مطروحه معه، كيف كانت معي وكيف مطروحه معه، بس انه بعرف انه انا دافع حق الغنيه واخذها، والاغنيه معي صار لها حوالي 3 سنين 4 سنين. كثير بنقرر اشياء مع بعضنا، يعني ما في شخص واحد بس بياخذ القرار، بنشتغل على كثير اشياء ان كومن. الفنانه ميليسا عندها فكره واضحه عن الحكومه المقبله بلبنان. توزيع الحقائب ما في محاصصه. راغب علامه، فارس كرم، جوليا وعاصي الحلاني. بالأشهر الماضية خسر لبنان والعالم واحد من أهم مصممي الأزياء اللي اهتم بالنجوم والمشاهير العالم لسنوات طويلة، باسيل سودا، الاسم اللي كان حاضر على الريد كاربت، على أجساد النجمات وبكل المحافل الكبيرة بالعالم. فارق الحياة بعد معاناة كبيرة مع المرض. وبمبادرة مؤثرة من خبير التجميل الأول بالعالم العربي بسام فتوح، بعد أقل من 3 أشهر على رحيل باسيل سودا، حب يكرم مسيرة مصمم كان له بصماته الكبيرة. بجاذرينج ضم عدد من الوجوه الإعلامية والفنية والجمالية ومحبي تصاميم وأسلوب باسيل سودا. صحيح نحن خسرنا المصمم والمبدع باسيل سودا، ولكن مدرسة وأسلوب باسيل سودا عم نشوفهم اليوم من خلال أتوليه كان أسسه المصمم، وخلال التريبيوت كانت جلسة تصوير لمجموعة الجديدة لأعراس باسيل سودا، حيث اهتم بسام فتوح بوجوه العارضات وإطلالاتهم خلال التصوير. كل الأجواء مع كاميرا تيليستار. بتجمعني علاقة صداقة ومحبة مع باسيل ومع عائلته، كمان عائلته الكريمة. أكيد نجتمع يمكن بلوك بوك بدو يصوروا باسيل، أو مينلي بكتير أعراس أنا بكون عم بعمل ميك اب، بتكون العروس لابسة من تصاميم باسيل، أمرار بأعراس برات لبنان، وكلها يعني علاقة كلها صداقة ومحبة واحترام. أكيد باسيل توفى بمارس، ليش لليوم تصار التريبيوت؟ لأنه كان لازم يقطع وقت معين لحتى العائلة تقتنع بالفكرة وتفوت بالعزة أو بالدوي، يعني أنك تقدري، يعني أهم شيء بعد الموت أنه نقدر نقتنع أنه الشخص غاب عنا وفرقنا، فلا نطرنا أكيد لهذا الوقت يقطع. واليوم اكيد ما بدنا نحكي عن شيء حزين، ما نحكي عن تصاميم باسيل سودا الرائده، عن تصاميمه الحلوه، ونقول لكل الناس انه المصمم ما بيموت، المصمم هو مثل ليجند، والليجند مثل ما بيقولوا ليجند نيفر دايز، يعني على طول موجوده، تصاميمه موجوده حاضره مثل ما شايفين، فساتين كثير حلوه. حبيت ثيم الاعراس لحتى انه يمكن أقصى درجات الحزن لأعلى درجات الفرح، نقدر to make a change من أي مناسبة فيها تكون حزينة علينا، لنقدر نخلق منها شيء حلو، لنقول لكل الناس، لكل السيدات بالعالم وبالوطن العربي أنه الأتوليه مفتوح، أنه دونيس سودا مدامته لباسيل is taking over، هي عم تهتم بكل شيء، في الديزاينرز موجودين، كل شيء حلو موجود، كل العرايس، كل البرايس تو بي، بندعيهم انهم يجوا ويشوفوا تصاميمه الحلوه. هيدي هي السبب الاساسي لجمعتنا اليوم، وهيدي هي اللفته العفويه الصادقه 100% مني يلي حبيت اقدمها لروح باسيل سودا.